قال متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن تركي المالكي إن التحالف سيطر على مطار الحديدة باليمن ويواصل مهاجمة جيوب المقاومة الحوثية بالقرب منه. وقال سكان إن الاشتباكات في المطار باتت أقل حدة، لكن طائرات التحالف تقصف مواقع يسيطر عليها الحوثيون في الوقت الذي تسعى فيه الجماعة جاهدة للدفاع عن الحديدة، حيث الميناء الوحيد الواقع تحت سيطرتها وشريان الحياة لملايين اليمنيين. وبدوره أكد عبد الملك الحوثي أن الهدف من الهجمة العسكرية الإماراتية السعودية هو السيطرة على موانئ اليمن، مؤكدا أن الحوثيين أبدوا موافقتهم على تسلم الأمم المتحدة إدارة إيرادات ميناء الحديدة. المزيد من التفاصيل في تقرير خليل القاهري. أجزاء واسعة من مطار الحديدة باتت تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس هادي والمدعومة من التحالف العربي، والتي تقول إنها أحكمت السيطرة على ما يزيد عن 90% من المطار بجزئيه المدني والعسكري بعد معارك مع الحوثيين خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. فيما مصادر الحوثيين تنفي وتؤكد أن التحالف إنما يتحدث عن انتصارات إعلامية، وأن المطار بعيد عن المواجهات وينتشر المقاتلون الحوثيون واللجان الشعبية الموالية لهم في أجزاء واسعة منه، وفقا للمتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين شرف لقمان، الذي أضاف أيضا في تصريحات له أن المطار يتعرض لقصف عنيف وتم تدمير أبنيته. المصادر الميدانية تؤكد بدورها أن مدرج المطار وحرمه تعرضا لعشرات الغارات التي نفذها طيران التحالف، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، فيما غارات أخرى في محيط المطار أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين. وتعليقا على التطورات العسكرية ومعركة مطار الحديدة، قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر في تغريدات على مواقع التواصل إن حكومته عازمة على تشغيل المطار في القريب العاجل لتخفيف معاناة المواطنين، وإنها بموجب توجيهات الرئيس هادي ستعمل على صرف المرتبات وتحسين الخدمات في الحديدة. المتضرر الأكبر جراء معارك الحديدة هم المدنيون، فوفقا للإحصائيات الرسمية فإن ما يزيد عن 30,000 من السكان في مناطق المواجهات نزحوا وسط ظروف صعبة إلى وجهات عدة في المدينة وخارجها. خليل القاهري، التلفزيون العربي. ومعنا من الحديدة محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين. سيد البخيتي، هل تؤكدون من حيث أنتم بأنكم خسرتم مطار الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء غير صحيح، والمعارك الآن هي تدور جنوب المطار، بل وجنوب الدوار الذي يقع جنوب المطار، بعد أن تم دحر قوات الغزاة ومنتزهتهم يوم أمس وتكديدهم خسائر كبيرة. وطبعا أنا تكلمت معكم حول هذا الحديث بالأمس عبر قناة العربي، وقلت أنهم لم يعني أن الأمر يحتاج إلى دليل منا ومنهم، ولكن أنا قدرت المطار قبل أيام وأثبت أنه قبل أيام. سيد الحديد، نتحدث عن اليوم، عن اليوم التحالف العربي على لسان أكثر من المتحدث باسمه يقول إنهم سيطروا على كامل المطار. اليوم أخي فاضل، أنا زرت المطار اليوم وتجولت فيه مدة 4 ساعات، وبالفعل يعني الطيران والقصف الجوي لا يتوقف على المطار. أنا كنت في المطار موجود وزرت الميزات هناك، وأيضا بعثت برسالة من المطار ومن أمام صالة الاستقبال. طيب. رسالة إلى الشعب العربي وإلى الشعب اليمني، وتطرقت إلى أحداث أمس ما يثبت أن المطار أن التصوير تم اليوم، وقد نشرت في صفحتي على الفيسبوك وهي باسم محمد ناصر البخيت. نعم. على أي أجزاء ما زال الحوثيون يسيطرون من مطار الحديدة؟ أخي الفاضل، الجيش اليمني يسيطر عليه سيطرة كاملة. المعارك الآن البرية هي جنوب الدوار، الدوار هو جنوب المطار. وهم لاحظ قد ركزوا كل قوتهم سواء الجوية أو البحرية أو البرية في جبهة لا يزيد طولها عن 8 كيلومتر، وهم يمتلكون كافة الأسلحة الحديثة، ولكن مع ذلك استطعنا أن نبحرهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شجاعة المجاهدين اليمنيين الذين يملك قضية.
طيب سيد البخيتي، ماذا عن ميناء الحديدة؟ عبد الملك الحوثي يقول إنكم وافقتم، أبلغتم مبعوث الأمم المتحدة الذي كان في اليمن أنكم توافقون على تسليم الأمم المتحدة لإدارة ميناء الحديدة، مقابل ماذا؟ ليس تسليم الميناء لإدارة الأمم المتحدة، فقط الرقابة على، لأن الآن دول العدوان تتحجج بأن المطار يستخدم لإدخال أسلحة إلى اليمن من أجل أن يعادوا المدنيين. أيضا يتدرعون بأن الإيرادات الميناء تذهب إلى جيوبا. فنحن منذ بداية العدوان وافقنا على أن يكون هناك رقابة للأمم المتحدة سواء على السفن الداخلة أو على الإيرادات. ونحن وضعنا مقترح قدمناه لمنظمة الأزمات الدولية التي طرحت على الأمم المتحدة وعلى بعض الدول، أنا شخصيا لم أتقدم بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر، أن يكون هناك لجنة وطنية مشكلة من البنك المركزي اليمني تقوم بجمع كل الإيرادات من كل المحافظات اليمنية وتشرف على صرفها فقط في المرتبات وايضا لتغطيه النفقات التشغيليه للقطاعات الحيويه وان تمنع كل طرف من استخدامها في اي مجهود حربي. ايضا كان هناك لجنه رقابه للامم المتحده في بدايه العدوان الموجوده في الحديده، ولكن السعوديه والامارات ضغطت على الامم المتحده وسحبت فريق الرقابه من ميناء الحديده الى ميناء جيبوتي. اذا لا يوجد عندنا مشكله من حيث المبدا في قضيه الرقابه فقط. نعم. وليس الاداره. شكرا لك محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعه الحوثي.